مالك يا خوخة مكشرة كده ليه؟ هو في حد يكشر يا محنته؟ لا مكشرة ولا حاجة. طب مساهمة كده ليه؟ لا مساهمة ولا مكشرة، ايه ده؟ الحنة زغرته يا حبايب. لا لا يلا استنى ما اشوف السكه، تفتحش بقك استنى شويه. بص انا اقول لك تعالى اقرب دلوقتي، دلوقتي مش هينفع. وشوقي زمانه جاي، شوقي مسافر كمان يومين، انا على طول هروح مش هيعالك. تجيلي يبدا وانا اقدر استغنى عنك. كل مره تقولي لي كده كده؟ لا مش كل مره، المره الجايه مش هقول لك كده. مش هقدر استغنى عنك خالص ولا انا اقدر استغنى عنك يا ولد. يلا يا توحة عايزاكي تروحي لصديق مخصوص. على راسه ريشة ولا ايه؟ ما يجي هو هنا؟ لا يا حبيبتي وانت الصادقة على كتفه دبورة. يا لهوي ظابط؟ حسام بيه اللي احنا يا حبيبتي شغالين تحت ظله وحمايته. طب ما تبعتي له اي واحدة تانية، اشمعنى انا يعني؟ لا ده هو ليه طبع غريب كده، لازم اي بنت جديدة عندي تروح له. ده زعل قوي لما عارف انك بقالك مده عندي وما رحتلهوش. ماشي اروح له فين وامتى؟ هتروحي له بيته. يلا البسي بقى وفخده هيوصلك. حاضر من عيني حبيبتي. تسلم عينيكي يا حلوه. عارفه يا بنت لو انبسط منك هيمنجهك وينغنغك قوي 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 زيه، يعني زي اي زبون. زياده في ايه؟ زبون ايه؟ صديق، صديق مخصوص. دي تفرق بقى، صديق مخصوص عن زبون تفرق. حلاوتك يا سرور. يلا يا حبيبه قلبي وضبي نفسك، عايزاك تبقي على سنجه 10 قمر 14. يلا بسرعه عيني. يا حزن الشرد يما، اروح فين واجي منين؟ البنت ضاعت؟ هو انا قد الوحظ اللي هتعمله فيا؟ يعني ايه يا اختي؟ يعني ايه يا اختي ما بتشوفيهاش وما بتعرفيش عنها حاجه؟ زي ما بقول لك كده يا خالتي، هو انا لو كنت بشوفها كنت جيت لك دلوقتي ليه؟ يا لهوي بالي يما، يا لهوي بالي يما، الناس خيبتها السبت والحد، وانت يا نجا فخيبتك ما وردت على حد. البنت راحت؟ راحت مني خلاص؟ هكون راحت فين؟ البنت راحت فين انطقي؟ انا قلت اكيد ان انا هلاقيها هنا اهو، خصوصا انها كانت قايله لي ان فدوى هي اللي جايبه لها الشغلانه الاخيره عند ست رجلها مكسوره الهبات عندها، فقلت اكيد فدوى تعرف طريقها فين. لا انا ما اعرفش حاجه عنها بقالي كذا يوم، وبعدين لما رحت المدام دريه قالت لي انها سابت الشغل فجاه. طالما سابت الشغل فجاه يبقى اكيد عملت معاها زي ما عملت الست اختها. عملت ايه؟ ما تنطقي يا بنت فيا، انا مش فاهماه، فهميني. يا خالتي يا خالتي، مش زي ما انت فاكره بالظبط الموضوع، يعني يا خالتي انت مش فاهمه بس ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ فهمين انت. ساعه ما جبتها لك هنا متعوره كانت واخده علقه موت من اخت الست اللي بتشتغل عندها فدوى. يا لهوي بالي يما، علقه ايه يا بنت؟ كلميني زي ما بكلمك وفهميني ايه اللي حصل. خالتي يا خالتي مش كده بالظبط يا خالتي. هو ايه يا اختي اللي مش كده بالظبط؟ ده انا حتى يوميها جبتها لك بعد ما علقتها وصرفت عليها من دم قلبي شيء وشويات. ايه اللي انا بسمعه ده؟ انت ما بتتكلميش ليه؟
انطقي وفهميني. انا هتجنن، فهميني ايه اللي حصل يا بيت. هو ده اللي حصل، بس ده كان سوء تفاهم وراح لحاله. راح لحاله؟ راح لحاله؟ ده انا اللي هروح لحالي. هو انا قد لوحز؟ دي هتقرقشني قرقشه. انا كده فهمت. قولي بقى، اللعبه كلها بانت. انت يا حلوه خايفه للعبه تنكشف وابلغ عليكي انت واللي مشتغلين عندهم. بس انا بقى مش هسكت، انا مش هسكت، انا هجيب عليها وطيعه لغايه ما اعرف البت دي راحت فين. انت يا بت اللي كنتي قعدتي هنا وقلتي لي ما تخافيش يا خالتي، دفعناها يا خالتي. البت فين؟ البت فين؟ انطقي. قرريها بقى، اعرفي وادت البت فين. ما تحترمي نفسك يا بت انت. قررها في ايه؟ خالتي، خالتي دي بتوقع بيني وبينك يا خالتي، اسمعي مني. اوقع ايه يا الدلع دي؟ هو انت يا اختي ضرتي ولا مرات ابويا؟ عموما يا خالتي انا جيت هنا عشان اقول لك الحقيقه عشان تعرفي مين معاها ومين عليها. ما تحترمي نفسك يا بنت. احترم نفسي ده ايه؟ وانت شايفاني يا اختي مش محترمه ولا محتاجه تربيه؟ ده انت مشروع معزه وفشل. لا بقى، ده انت عايزه اللي يربيكي بقى. لا يا حبيبتي، انا هعرف دلوقتي اوريكي مين اللي بيعرف يربي. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ بصي يا اولية، بصي ده انت اللي عايزه تتربي. يا بنت سيبيها، ده ضربه في قلبك اللي هتضربي في قلبك. يا اولية تروحي تشوفي بنتك فين. انت اللي بنتك سودا النهارده، خدي فين. اوعي بعيد. انا ده انا اللي هضربك، ده انت اللي اهلك سودا. صباح الخير يا ام عظيم. صباح الخير يا بنتي. بقول لك ايه، والنبي ما شفتش خوخه؟ لا والله يا بنتي، اخر مره شفتها لما رجعت من اسكندريه. خير يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ اختفت يا اخويا ومش عارفين هي راحت فين. بس احنا هنروح مشوار كده يعني نشوفها، يمكن نلاقيها فيه. ربنا يستر. طيب انا هوصلكم الحته اللي انتوا عاوزينها، وبعد كده هروح اجيب التحاليل بتاعه بنتي. هي تعبت تاني؟ ادعي لها يا بنتي، ربنا يشفيها. ربنا يشفيها يا رب يا قادر يا كريم، يا رب يطمنك عليها، والنبي اول ما تجيب التحاليل تطمني عليها. ها؟ حاضر يا بنتي، ربنا يستر. يا رب. اخس لا تروح، وانا عملت معاك حاجه يا بنت الناس؟ ده انا من ساعه ما شفتك اول مره لغايه دلوقتي عامل معاكي كل خير، وعامل معاكي الواجب وزياده. بتعملي معايا كده؟ لا توحى الله، جبت لي البيت وقلت شغلها عشان خاطري، على ضمانتي. البيت نظيفه، البيت امينه، البيت مش عارف ايه، في الاخر ليكي جايبه لي هوجن. توحى هوجن تفتح قرن الراجل وتسرق فلوسه وتهرب. يا نهار اسود، هي سرقت الراجل وهربت؟ ايوه يا اختي، اعملها عبيطه بقى ومش عارف. ايوه يا اختي، فتحت قرن وسرقت فلوسه هتوحى، ولولا ان انا لحقت الراجل كان راح فيها ولدان. ايه ده كده توحى؟ بس الغلط مش عليكي، الغلط عليا انا، لان مش مفروض راجل زي ولا في مركزي ولا في خبرتي اسمع كلام مره ويشغل بنت زي دي. انا شغل البت على ضمانتك. هتروح هتعمل كده؟ والنعمه الشريفه ما اعرف عنها حاجه. تستهبلها توحى؟ ما تعرفيش عنها حاجه ازاي يعني؟ يعني ايه؟ وقليل ان انت مرتبه لها الخن اللي هي مستخبيه فيه دلوقتي، وهي اللي بعتاكي عشان تتقصي مني وتعرفي الراجل مات ولا لسه عايش وايه اللي حصل، وتجري كده تروحي لها الخن وتقولي لها البت فين؟ البت مختفيه بقالها يومين يا توحى. والختمة الشريفة ما شفتها بقالي كام يوم. ما يلزمنيش يا أختي، ما يلزمنيش. تشوفيها ما تشوفيهاش، دي حاجة بينكم وبين بعض. اللي يلزمني دلوقتي إن البنت دي تفضل مختفية، تختفي لغاية آخر الأسبوع، لغاية ما الراجل يسافر. أنا مش ناقص مشاكل يا توح. يا خرابة، هو الراجل ده جراله حاجة يعني؟ لا يا أختي، ولا جراله ولا نيلة. إنما اللي مجنني إن الراجل ما بلغش لغاية دلوقتي، واحدة فتحت قرن وسرقت فلوسه وما بلغش. الله! طب إيه؟ الراجل ده بايع نفسه ولا إيه؟ ولا البت دي عاملة له عمل ولا إيه؟ لا لا تروح، أكيد الحكاية دي فيها إن أكيد. تقصد إيه يعني يا أبو الكوام؟ قصدي إيه؟ أي حد عاقل، واحدة هتعمل معاه كده تفتح قرن وكان هيروح فيها. أقل حاجة كان هيعمل لها محضر في الاسم، كان هيبلغ السفارة، كانت السفارة هتبلغ وزارة الخارجية، والخارجية تبلغ الداخلية، والداخلية يقلبوا الدنيا عليها وطيها لغاية ما يلاقوها. إنما وما ينطقش يفضل قاعد سكتم بكتم كده، لا أكيد الحكاية دي فيها إنا وهعرفها. توحى يعني هعرفها. يلا يا أختي يلا. بتنسي بس سودة عليا.